طيب ومن عنده لا يستكبرون. أخطر أخطر ذنب من الذنوب اللي هي بسموها إيش، في عندك في السلوك ذنوب سلوك، وفي ذنوب سلوك قلوب القلب نفسه. أخطر ذنب من ذنوب القلوب هو الاستكبار. ولذلك بتجد والله سبحانه وتعالى تعهد أن يضل المستكبر ويمنع المستكبر يوصل إليه. لذلك دائما أنتم بتستغربوا الطغاة ليش مش عم بتفاعلوا مع أي موعظة وبكونوا بعيدين، حتى عند الموت ما بذكر الله، ها؟ لأنه هذا ممنوع. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، إيش نقول؟ يستكبرون. طب إيش الفرق بين يتكبر ويستكبر؟ يستكبر كأنه بطلب إنه يكون كبير، من الكبر يطلب إنه كبير. المتكبر يرى نفسه كبير وهو بجزء صغير كثير، يعني المتكبر يرى نفسه كبير، المستكبر يطلب لنفسه أن يكون أكبر من غيره، تمام؟ كبير. وفي سلوكيات ممكن البشر يقوموا فيها تكون سلوكيات مذمومة، ولكن بالنسبة في حق الخالق تكون إيش؟ ممدوحة. فلما يكون الخالق متكبر باعتباره إيش؟ هو الكبير، والله أكبر من كل شيء، كل ما خطر في بالك كبير فهو أكبر، لأنه هو أصلا أكبر من كل شيء، تمام؟ فهو المتكبر. طب أنت يا بشر على إيش؟ على إيش؟ ما هو أصلا فيروس هيك لا يرى بالعين المجردة، بوديك بداية البكتيريا برضو بتغلبك كثير وهي لا ترى بالعين المجردة من أصله، بديش أقول ناموسة ولا ذبانة كمان، ها؟ إيش أنت يا بشر؟ إيش أنت؟ على إيش؟ على إيش؟ لذلك مثلا إنسان مثلا صاحب جاه وسلطان ومال وبتكبر، هذا فكرة مذنب، لكن المذنب أكثر منه اللي ولا إشي ومتكبر. طب هذاك يعني ممكن كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فرأى إنه هو مستغني بمال أو سلطان أو جاه أو قدرات عضلات وتفاصيل، وهذه دفعته إنه يكون متكبر. طب أنت يا فلان يا ضعيف يا فقير يا كذا يا كذا ومتكبر كمان، أنه أكبر ذنب؟ العائل المتكبر، عائل يعني الفقير المتكبر.